برنامج فرع تموينه خلال شهر رمضان الحالي هو استئناف العمل باستلام معاملات نقل العوائل داخل المركز وخارج المركز، يعني ضمن المركز التمويني وخارج المركز التمويني، وايضا استلام معاملات نقل الزوجه، وايضا الاستمرار باستلام معاملات رفع الحجب عن العوائل والافراد وحجب الافراد المسافرين وشطب الافراد المتوفين وعمليات تصحيح الاسماء. اما في ما يخص المراكز التموينيه الخارجيه فهناك لدينا 4 مراكز تموينيه خارجيه فرعيه هي تابعه الفرع تموين نينوى، مركز تموين سهل نينوى الذي يضم تموين بحشيقة والحمدانية وبرطلة والكلك والنمرود، وأيضا مركز تموين جنوب الموصل في ناحية القيارة ويضم مركز تموين قيارة خارج قيارة داخل تموين الحضر وتموين الشورى، والتموين مركز تموين تلعفر في قضاء تلعفر ويشمل تموين تلعفر 1 وتلعفر 2 وتلعفر 3، ومركز تموين غرب الموصل في سهل والوائلية ويضم مركز تموين زمار ومركز تموين العياضية ومركز تموين ربيعة. بالنسبة ما ذكرت يعني الشيخان هم تابع للمركز التمويني اللي في الحمدانية؟ مركز تموين الشيخان هو تابع ضمن فرع تموين نينوى إلى الفرع الرئيسي. الرئيسي تابع؟ الرئيسي نعم. مو تابع للحمدانية؟ نعم الفرع الرئيسي بالموصل. منطقة الكلك تابع المركز تموين سهل نينوى. أيضا تابع إداريا؟ نعم تابع إداريا لمحافظة نينوى. طيب القوير؟ القوير أيضا الفرع تموين نينوى. للموصل. للموصل نعم، وايضا مخمور، مخمور ايضا تجهيزه من عندنا من الموصل. طيب كل هذه القصبات والنواحي نعم يعني راجعون حسب المناطق لو ياتون الى بالنسبه للمراكز التموينيه الخارجيه التي تم ذكرها بامكان المواطنين مراجعه هذه المراكز التموينيه دون الذهاب الرجوع الينا الى الفرع الرئيسي. نعم تخفينا عن كافه المواطنين. هل هنالك مثلا مستجدات جديدة أتتكم من الوزارة؟ مستجداتنا هو بعد الانتهاء إن شاء الله من جدول المستمرين به حاليا هو نقل الزوجة ونقل العائلة، سيتم استئناف العمل باستلام معاملات شطر العوائل أي الفرز، فرز العوائل إن شاء الله.